أجواء العيد هذا العام لم تغب عن الغوطة الشرقية، فعلى الرغم من سوداوية المشهد في الغوطة بسبب قصف النظام وروسيا، أثبت هؤلاء الأطفال بابتسامتهم أن العيد هنا له طعم آخر. حولنا بفضل الله سبحانه وتعالى صواريخ الموت اللي عم تجيبها روسيا للنظام توصف فيها الشعب السوري لألعاب للأطفال. يعني هاي الصواريخ يعني معادلة صعبة، الحمد لله انه هو نفسه هذا الصاروخ اللي عم يقتل الطفل ويقتل البشر والشجر والحجر، حول الشعب السوري الحمد لله فضل الله لألعاب للأطفال. يعني الفكرة اجتني الفكرة الطفل عم يلعب على فارغة كانت بالشارع، فورا نبعت الفكرة انه ساوي مدينة ألعاب للأطفال. طبعا حلم انه ساوي مدينة ألعاب للأطفال القديم عندي، فبلشت اجمع هالصواريخ هي الفوارغ، وعندي شي 40 فارغة طبعا روسي اصلي، واللي بيحب يتأكد الختم والتوقيع روسيا على هالفوارغ هي عندي لحتى ما يفكروا انه بلاستيك او صناعة عنا. ابو علي اراد اضفاء اجواء خاصة ضمن الملاهي التي اعدها للاطفال هذا العيد، حيث كانت معظم الالعاب هي مصنعة يدويا من وحي الواقع التي تعيشه الغوطة، لتوجيه رسائل من خلال هذا العمل ان الحياة لا يمكن ايقافها مهما تعددت انواع او اشكال الموت فيها، بل وكل تغير لسلاح الموت ازدادت ساحة الالعاب بشيء جديد ينسي الاطفال الخوف الذي يزرعه هذا السلاح بهم. فرحة الطفل تساوي ملايين الدنيا كلها عندي، لأنه أنا أب الحمد لله وعندي أطفال وبعرف فرحة الطفل. فالمعادلة الصعبة اللي بفضل الله حولناها معادلة صعبة جدا، إنه هذا الصاروخ اللي عم ينقتل فيه الطفل تحول للعبة عنده لحتى يعرف الشعب العالم الأوروبي والغربي مين هو الشعب السوري. طبعا لو هالشغلة هاي حكيتها كتير قبل هالمرة وبرد برجع بذكر فيها، هالشغلة هاي لو في زلمة بالعالم الغربي أو بأوروبا سواها كانت الدنيا قامت وما قعدت، وممكن يعطوه جائزة نوبل للسلام أو يكرموه تكريم ياخد وسام السلام. فلأنه أنا من الشعب السوري، مين هو الشعب السوري؟ معلش خلي يروح كل يوم 100 شهيد 200 شهيد عادي، بس نحن صامدين ورح نفرجي العالم كله إبداعنا وفن الثورة السورية ومين هو الشعب السوري. هو ليس تغييرا لواقع الحرب، بل وسائل لاستمرار الصمود هنا بين اسوار هذا الحصار واطفاء اجواء فرح كمن ينير شعله في وسط الظلام. لاخبار حلب اليوم، منصور ابو الخير، الغوطه الشرقيه.